السلام عليكم أعزائي المشاهدين. أجواء أوروبا والولايات المتحدة كذلك موجات البرد الشديدة التي تقريبا تؤثر حتى اليوم على أوروبا وأمريكا هي بسبب تغيرات المناخ الواضحة في الفترة الأخيرة على العالم بشكل عام. طقس بارد يكون بالشتاء وحرارة عالية كذلك في الصيف، يعني مو معناه أن الشتاء بارد يكون الصيف بارد، العكس. التغيرات هذه كلها بسبب تغير نظم الضغط الجوي والكتل الهوائية، حيث الكتل الباردة التي كانت على القطب الشمالي بدأت يعني تقريبا تتحرك إلى جنوب القارة، ومنها تأثرت هذه البلدان بموجات البرد الشديدة التي انخفضت الحرارة أقل من 40 درجة مئوية تحت الصفر في الوسط من الولايات المتحدة. بالكويت عندنا بدأت الحرارة ترتفع تدريجيا وهناك الدفء، التغير كبير دائما بخطوط العرض، احنا بعيدة عنها من هذه الموجات السيبيرية، ولكن قد تتغير أو يتغير المناخ في المستقبل بفعل هذه الموجات اللي هي قريبة على العالم بشكل عام في الآونة الأخيرة. يمكن تكون دورات مناخية ولكن التغيرات واضحة في السنوات الأخيرة. في الكويت احنا في بداية شهر فبراير أكيد الحرارة تبدأ ترتفع، ولكن لا تزال الانخفاض الحرارة مستمرة، حيث متوقع أن تكون درجات الحرارة كذلك حول 20 درجة مئوية، والآن في مدينة الكويت 21 إلى 20 درجة مئوية، الرطوبة النسبية 30%، والرؤية الأفقية ممتازة الآن 10 كيلو وأكثر، أجواء مشمسة بعض السحب وسرعة الرياح تقريبا شمالية غربية 20 كيلو متر في الساعة. السحب لاحظناها تقريبا الانخفاضات الجوية والهواء البارد الذي جاءنا يومين الماضيين، حركة السحب كذلك إلى الجنوب على قطر والإمارات العربية المتحدة وكذلك على سلطنة عمان، حيث المتوقع من هذه السحب بعض الأمطار تبتدئ الليلة. فالمرتفع الجوي مع هواء البارد يضغط على المناطق الجنوبية، المنخفض موجود، ففرصة الأمطار على قطر الليلة وكذلك نهار القدوة اليومين المقبلين على الإمارات ومن ثم على سلطنة عمان، وتدريجيا تنتهي الأمطار، ولكن المرتفع يؤثر علينا حتى يوم الأربعاء ومن ثم هناك منخفض آخر. فاستغرب تام، أجواء أبرد راح تكون اليومين هذيلة بفعل هذا المرتفع اللي نتأثر به، وهو المرتفع الأوروبي وليس المرتفع السابي، لذلك الحرارة أو انخفاض الحرارة ليست بالانخفاض الكبير جدا. مساء الليلة كذلك متوقع أن تنخفض الحرارة وإلى تقريبا 10 درجات، فالأجواء باردة نسبيا إلى باردة خلال منتصف الليل، ومن بعد منتصف الليل أجواء والسماء صافية، أجواء ممتازة راح تكون في مدينة الكويت. الرياح شمالية غربية الاعتدال وفترات نشاط متوقعة فقط على المناطق البحرية، ولكن تكون أخف في المناطق البرية، 10 درجات في مدينة الكويت والسواحل ما بين 13 درجة إلى 10 درجات مئوية في وربا بوبيان، وتتراوح في الجزر قارو وكبر أم المرادم الجنوبية 13 درجة وجزيرة فيلة 13 درجة مئوية إن شاء الله. بالنسبة لصباح الغد انخفاض أكثر، يعني البرودة راح تكون أكثر من يوم أمس حول 6 درجات في المناطق البرية، 9 درجات في مدينة الكويت، والهواء الشمالي الغربي مستمر، سماء صافية ما في أي أمطار، يعني الأجواء مستقرة بشكل عام. أمواج راح تكون نسبيا مرتفعة في المناطق البحرية ما بين 1 إلى 5 أقدام، يعني الهواء شوية يزيد خلال الليل خلال صباح الغد، والظهر تعود درجات الحرارة لكن هم أبرد، يعني اليومين اللي طافوا 23 إلى 24 درجة، وحول العطلة كانت أكثر من 27، نلاحظ الحرارة رجعت إلى الانخفاض 19 درجة مئوية دون 20 درجة في معظم مناطق دولة الكويت، في المدينة كذلك وفي الجزر 19 إلى 16 و 17 في قارة وأم المرادم، والبحر يستمر في بعض الأمواج متوقعة يعني ما بين 1 إلى 5 أقدام على المناطق البحرية أو 4 أقدام في المناطق شمال رأس الأرض، ومتوقع تكون أب في الجنوب إن شاء الله من سواحل الكويت. بالليل مرة ثانية انخفاض الحرارة ما بين 8 درجات، بعض السحب تظهر في سماء الكويت، أجواء باردة مرة أخرى، والهواء الشمالي الغربي مستمر 11 درجة مئوية في مدينة الكويت والجزر 13 إلى 15 درجة مئوية، والبحر معتدل في بوجه نعم ما بين 1 إلى 4 أقدام إن شاء الله. وبالنسبة للمد الأول راح يكون في الساعة الواحدة أو الخامسة من ظهر الغد، والمد الثاني الساعة 11:25، الجزر الأول 6:42، والجزر الثاني الساعة 6:46 من مساء الغد إن شاء الله.
شروق الشمس والغروب وأذان الفجر في الساعة 5:15 إن شاء الله، 6:36 راح يكون شروق الشمس وغروب الشمس، الساعة 5:28 بإذن الله تعالى. أي النهار بدأ يطول، وهذه من الأسباب الرئيسية لارتفاع ثلاث درجات الحرارة. ولكن متوقع اليومين القادمين إلى يوم الأربعاء أجواء تكون معتدلة إلى باردة نسبيا خلال النهار وباردة ليلا، الحرارة من 19 درجة مئوية إلى 22، يعني درجة الحرارة ترتفع مرة ثانية باقتراب منخفض جوي يوم الخميس إن شاء الله. معها تدور الرياح إلى الرياح اللي هي الجنوبية الشرقية والجنوبية الغربية، ترتفع اللي هي الحرارة تدريجيا، وكذلك الرطوبة نسبية، ومتوقع بعض السحب إن شاء الله في يوم الجمعة. متوقعين هناك تكون فرصة لبعض الأمطار إن شاء الله، خاصة خلال المساء. لاحظ هنا يوم كذلك الحرارة ترتفع، أي راح يحصل دفء خلال عطلة نهاية الأسبوع وشوية أمطار إلى يوم السبت، كذلك فرصتها تكون. ومن بعد إن شاء الله بداية الأسبوع المقبل في هناك نوع انخفاض آخر في الحرارة، ونعود إلى 20 ودون 20 درجة مئوية. أي أن أجواءنا الباردة سوف تستمر إن شاء الله خلال شهر فبراير أو حتى منتصف شهر فبراير بإذن الله تعالى. تنتهي النشرة.